برنس برنس. في ايه يا هندي؟ مش هتصلي معايا الجمعة؟ أنا صليت الجمعة اللي فاتت. روح لبيبو، هو الدور عليه الجمعة دي. طيب. بيبو ولا بيبو؟ عايز ايه؟ ايه؟ مش هتصلي معايا الجمعة؟ أنا حصل ليها ظهر. روح لسمسم، هو بيحب يصلي. بصحيه الجمعة الجاية. طيب أخوي. بابا صباح الخير يا سمسم. صباح الخير يا بابا. تعالى يا حبيبي انزل معايا نصلي الجمعة مع بعض. أنا هشرب اللبن واطفي الكمبيوتر وأقوم أتوضى وأنزل أصلي معاك. طيب يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، تصبح على خير. طب على الفل يا ابو رضا. يا ضو قوم قوم خفلي دقني. سبحان الله، ده انا اول مره في حياتي اشوف واحد دقنه بتطول بالسرعه دي. انا مش لسه مظبطها لك الصبح يا اخي. قوم فيك حيل تقوم ولا اجي لك وقت تاني؟ حط الحاجات دي في الدرج. تعالى. فوضه نظيفه؟ نظيفه جدا. فلوس جديد؟ جديد جدا. تمام. بقول لك ايه يا ضو؟ نعم. انا عندي ليك حاجه احسن من المجلات اللي انت بتتفرج عليها دي. ايه؟ فيلم يعني؟ لا مش فيلم يعني، حاجه مستورده بس من الاخر. فين هي؟ في الجمرك، رايح اخرجها من الجمرك. عد عليها بالليل تكون جاهزه. هعدي. بس تقل جيبك يا حبيبي. هتقل. اوعى يا واد رضا تكون بتشتغل عمك الضو. عيب يا ضو، عيب. دي نضاره لسه جايه لي من امريكا، بتشتغل باشعه الاكش اكش ريز، صدقني. ودي كل قطع الغيار بتاعتها. النضاره دي يا ضو تخليك تشوف اللي قدامك ملط. استنى. ايه؟ لازم تغمض عينك 3 ثواني قبل ما تلبس النضاره وقبل ما تقلعها، والا اشعه الاكش اكش ريز دي ممكن تعميك. غمض. 1 2 3 اوبا اوبا. والنضارة دي بيشلح ستات ورجالة ولا رجالة بس؟ رجالة وستات وحيوانات. ده انت لو بصيت بيها على فرخة ممكن تشوفها من غير ريش. طيب لف. الف؟ لا لا، ما فيناش من لف يا عم ضو، معلش مش هلف. عشان خاطر عمك الضو. لفة واحدة. لفة واحدة ايه يا عم؟ انت مأجر عجلة. يلا يا عم، يلا يا عم خلص، انا هيجيلي برد. هتشتري ولا لا؟ لا هشتري هشتري هشتري.